رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي، إعداد وتقديم زكية حداد. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وبوركتم أينما كنتم. بمجتمعنا المغربي هناك عادات حميدة بدأت بالانقراض شيئا فشيئا، منها عادة حسنة جدا هي التصدق بالكسكس بالمساجد يوم الجمعة. هل تساءلنا ذات يوم إلى من تنسب هذه العادة؟ يذكر بعض المؤرخون أنها تنسب إلى الشيخ أبو يعزى يلنور المعروف عند العامة بملاي بعزة. للاقتراب أكثر مستمعينا الكرام من هذه الشخصية ومعرفة ملامحها، يسعدني أن أجدد الترحاب بالدكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث بمؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ بالسيرة النبوية متخصص في تاريخ المغرب. أستاذي الكريم مرحبا بكم، ودائما سعداء لوجودكم معنا. بارك الله فيكم، حياكم الله وحيا الله مستمعيكم على هذه الإذاعة المباركة. إذن شخصيات هذه الحلقات ربما بدأنا نقترب من الشخصيات المعروفة أكثر عند العوام. إذن هذه الشخصية اسمها عند العوام ملاي بوعزة. نعم. وهو موسم يعني دائم ومنتظم بنواحي خنيفرة. نعم. ولكن الاسم الحقيقي للشخصية بعيد نوعا ما عن اللقب المعطى له من طرف الناس. ليس كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرى أنك وفقت في اختيار هذه الشخصيات على الأقل لنفض الغبار عنها. يظهر أن المخيلة الاجتماعية، أن المخيلة الشعبية يعني حادت بتاريخ هذه الشخصيات، بأعمال هذه الشخصيات الواقعية الحقيقية التاريخية إلى مجال أسطوري. فأصبحنا إذا قلنا مولاي بوعزة أو مولاي بوشعيب أو مولاي عبد السلام أو عدد من الصالحين في المغرب، يعني نسجت حولها أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. والناس أناس حقيقيون عاشوا في زمن حقيقي وخدموا مجتمعهم بخدمة حقيقية، خدمات رائدة، قدموا الخير الكثير جدا لهذا البلد. وجب أن نتعرف عليهم على حقيقتهم. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل يمكن أن نعتبره بلا جدال أغرب شخصية في تاريخ المغرب في هذه المرحلة. أغرب شخصية. صحيح. أذكر المستمعين أننا دائما في نهاية الدولة المرابطية وبداية دولة الموحدين. نعم. وذكرنا سابقا أن هذه الفترة كانت غنية بمؤسسي التصوف. صحيح. أو رواد التصوف في المغرب. رواد التصوف في المغرب عرفوا في هذه المرحلة، ذكرنا منهم عددا، بن حرازم الآن، أبو يعزى النور، قد نتحدث عن أبي شعيب أيوب السارية، قد نتحدث عن آل أمغار، عدد كبير من مؤسسي رواد التصوف في المغرب، وبهم أخذ التصوف المغربي ملامحه الحقيقية. هذا أغرب شخصية منهم، هذا الشخص هذا أغرب واحد فيهم. لماذا إذن هذا الطابع، هذه الغرابة على هذه الشخصية؟ هذه الغرابة أولا لكثرة كراماته، جميع الصلحاء لهم كرامات، رويت عنهم كرامات، لكن كرامات هذا الرجل غريبة جدا، ولست أنا من يقول ذلك، بل قاله أحد كبار شيوخ التصوف المغرب اللي هو أبو مدين شعيب المشهور، دفين الجزائر، دفين تلمسان، اللي كيعيطوا له أبو مدين الغوث، أشهر شخصية في هذه المرحلة أبو مدين، قال هكذا: رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني التابعي المشهور. نعم. قال: رأيت أخبار الصالحين من زمان أويس القرني إلى زماننا هذا، أي نهاية القرن السادس، فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى. عجيب. وأن ينسب هذا الكلام لأبي مدين، يعني لأبي مدين شعيب، يعني دفين تلمسان الأندلسي الفاسي المغربي، هذا ليس الكلام عادي، لأنه الرجل الذي قاله ليس رجلا عاديا. الأمر الآخر أستاذ الكريمة، وهو أن هذا الرجل كان أميا. سبق أن قلت في تقديم هذه الحلقات في هذا القرن السادس أن جل إن لم يكن كل رواد الصوفية في المغرب كانوا من العلماء. أبو يعزى رحمه الله لم يكن عالما، بل كان رجلا أميا، لا يقرأ ولا يكتب. ما قرأت أنه قرأ أو كتب، يعني لم وجدت في قراءته سيرته أنه كان أميا، بل كان حتى لا يتقن اللسان العربي، كان أمازيغيا، يعني يتكلم باللسان الأمازيغي، واللسان العربي يعرف بعض صور القرآن القصيرة ديال الحزب الستين التي يصلي بها، وكان له إيمان يصلي به بعد ذلك.
إذن معناه ثقافة إن اللغة العربية ضعيفة، ليس عالما كذا، ولكنه بلغ بصلاحه بزهده بتتلمذه على كبار شيوخ الصوفية في المغرب. إن احتقل هو خدمت 40 وليا تتلمذ على عدد كبير من الأولياء في ربوع المغرب سبحان الله، خصوصا في الجبال وفي السهول، يعني في جبال الأطلس الكبير والمتوسط وفي السهول الأطلسية. نعم، إذن مسألة الكرامات كانت موجودة لا شك، وهذا الشخص مختلف نوعا ما عن الشيوخ الآخرين الذين رأينا لأنهم كانوا علماء في الأمرين في هذا الأمر ذكرتهما. أمر الأمية، إذن أن يصل شخص أمي إلى هذه الدرجة من الكرامات هو شيء عجيب، ولكن لا بد أن هناك سرا قد ذكرتم بعد لمحات منه، هذا يعني مجالسة الشيوخ والعلماء. مجالسة الشيوخ صحيح، إنما تتلمذ على الشيوخ بسماعه. أستاذ الكريمة، هذا الرجل بلغ شأوا إلى درجة أنه ألف عنه على الأقرج المؤلفات، عن شخصيته عن شخصية فقط في الترجمة له فقط، والذي الذين ألفوها علماء كبار، يعني محدث سبتة اللي هو العزفي أبو العباس العزفي قاضي سبتة ومحدثها وفقيهها، وهذا يعني بناء لما يقولوا أبرز شخصية في سبتة في هذه المرحلة، ألف عنه كتاب سماه دعامة اليقين في زعامة المتقين في الترجمة لأبي عزة، وألف عنه التادي للصومعي لاحقا في القرن الحادي عشر كتاب سماه المعزى في مناقب أبي عزة، وألف عنه الجم الكبير من العلماء في ترجمته. فإذا غريب فعلا أمر هذا الرجل. فإذا هو خضع لعملية كما يذكر المحدثون الجرح والتعديل، أن ربما محدثون علماء جرحوه وربما يعني نقدوه أو وضعوا شخصيته تحت المجهر إذا صح هذا التعبير. الذين ترجموا له الذين ترجموا ذكروا ترجمته بشكل ضعف، يعني وفي خلال ترجمته ذكروا العلماء الذين انتقدوه. نعم، وأما أن المترجمين له يعني مثلا العزفي أو الصومعي هم الذين انتقدوا ما كان عليه، لا، هؤلاء يعني زكوه وعرفوا به وأعلوا من رتبته بدرجة عجيبة جدا. إذن أعطوه هذه المكانة وهم علماء ومحدثون. نعم عجيب أن يختار الشخص، يعني إذا بغينا نقوله دابا في مثل هذا الوسط، شخص أمازيغي أسود لونه ديالو أسود وفقير جدا كان راعي أغنام، ويعرف به كبار العلماء تنويها بشخصه، هذا أمر جلل، لأن يعني العادة جرت عندنا أنه شكون بمن كيعرف الناس في كتب التراجم وفي كتب العلماء كبار العلماء، بل ماشي غير العلماء بل كبار العلماء. نعم، فأن يعرف بهذا الرجل في كل المصنفات ديال التراجم، بل أن يفرد له على الأقل على الأقل فيما قرأت هذه الكتبة اليوم الأشهر دعامة اليقين في زعامة المتقين والمعزى في مناقب أبي عزة، فقط لشخصيته ليس بجانب أي شخصيات أخرى. الشخصية المحورية في الكتابين هو أبو يعزايا النور رحمة الله تعالى عليه. إذن نحتاج أن نقترب أكثر من هذه الشخصية مرحبا. لأنها تبدو فعلا مرحبا. غريبة. نبدأ أولا بالاسم أبو يعزى يلا النور. أنا وجدت مشكلة في كتابة الاسم واللقب، لا مشكلة إن شاء الله، هذا زيدي على الغرابة دياله. نعم، لأن يظهر في هذه المرحلة بدأ يعني لاحظ هو إلا النور إلا النور إلا بالأمازيغية يلا إلى النور يلا هي ذا صاحبه ذو. نعم، والنور هو النور، بحيث بغينا نقول ترجمناها مباشرة العربية يقولوا صاحب النور أو ذو النور ذو النور. وأبو يعزى كان عنده ولد سميته يعزى أي أبو. العزيز بالأمازيغ بالعربية العزيز. نعم، أبو عزيز بغينا نقول أبو يعني أبو يعزى هي أبو عزيز، والاسم دياله إلى النور ذو النور، والأب ديالو سميتو ميمون ما كاين غرابة، بل اللي خص يتفهم منها هو هذا الاختلاط هذا الاندماج عجيب هذا ما كنتش بين الأمازيغية والعربية في الأسماء، وما عندهمش الناس مشكل أنه النصف الاسم أمازيغي والنصف الاسم عربي، أبو يعزى إلا النور إلا النور صاحب النور ذو النور، فين المشكل؟ نعم، اسم إلا بالأمازيغية والنور بالعربية هو احنا مقدمين وأيضا الاسم فيه عزة فيه يعني أبو عزيز كله أبو عزيز وإلا النور صاحب النور وبن ميمون، والميمون دائما مقترن عندنا بالحرب والبخت وكذا، فالاسم يعكس نعم الإيلاني لأنه هو من إيلان، إيلان اللي هي المنطقة اللي في جنوب اللي كاين دابا في أوريكا قرب أوريكا، هو ينتمي إلى هناك ولكنه دافين منطقة ثاغية في نواحي خنيفرة، معناها الرجل سواح وتعرف هذه العلاقات بين هذه المنطقة هذه كلها، وتتلمذ على أبي شعيب أيوب السارية في أزمور، الحمد لله واحد الاندماج واضح من خلال ترجمة هذا الرجل، احنا اندماج القبائل الأمازيغية في بعضها واندماج كذلك العربية والأمازيغية، فعجيب بدأت الغرابة تظهر الوضوح يظهر في شخصية هذا الرجل، إن شاء الله ما يبقاش غريب ما يجي تسال هذه الحلقة حتى يكون وضح شكون هو أبو يعزايا النور رحمة الله تعالى عليه. زيدي وحدة غريبة عندك الأستاذة، هو أنه هو رجل أمازيغي
لا علاقة لهم بالأصل العربي من قريب أو من بعيد، لكن المجتمع المغربي سماه مولاي، واللفظ لفظ مولاي لا يطلق إلا على الأشراف. هذا معروف في تاريخ المغرب. لا نزكي أحد عن الله تبارك وتعالى، ولكن أتحدث بالتاريخ. كلمة مولاي هذه اللفظة هذه ما كتطلق على شرفاء النسب. فالرجل رفعه المجتمع إلى درجة من له نسب شريف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نسب دين لا نسب طين. عجيب. هو عدد من الصلاحة، ولكن هو من أشهرهم. أن يكون فعلا أمازيغيا وتعطى له هذه المكانة التي لا تعطى، قلت إلا لأحفاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لعل هذا من تشريف أهل البلد له رحمة الله تعالى عليه، ومن تشريف الله سبحانه وتعالى له أن منح هذا اللقب من طرف أناس ربما لا يعرفونه، ولكن هو تشريف من الله. هو على أن نكون مقتدين به. ما يهمنا لا سميته مولاي بو عزة، ولا هو كان جد متواضع، يعني سميته مولاي بو عزة أو ما هو بالنسبة لي له، ما كان يريد هذا أبدا. وربما عندما نتحدث عن بعض يعني أموره سترين العجب أيضا، هذا هو العجب فعلا في شخصه. نعم، فنريد أن نفهم فقط لماذا هذه الرفعة ونجلي الغبار كما ذكرتم عن أسرار هذه الشخصية حتى لا يبقى هذا الغموض محيطا بها. لماذا لماذا يصل الإنسان إلى درجة الولاية وأن يرفعه الناس إلى هذا المقام بعد وفاته؟ فنحتاج فعلا أن نعرف هذه التفاصيل عنه رحمه الله. إذا ذكرنا بأنه جال المغرب كله، جل المناطق المعروفة، ولقي علماء كثيرين تسلمذ على يديهم، وذكرنا بأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولكن ربما العجب يظهر السر في أمر صغير تذكره بعض الكتب عنه رحمه الله. نترك في الحقيقة الكلام عن هذا الأمر بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج رجال ومواقف، والكلام لازال مستمرا عن أبو يعزى يلا النور. ومعنا دائما الدكتور يوسف العلوي، أستاذ بمؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس. أستاذي الكريم، تكلمنا قبل الفاصل عن بعض الغرائب المتعلقة بهذه الشخصية المعروفة بنواحي خنيفرة بمولاي بوعزة. ننتقل الآن للكلام عن أسرار أخرى متعلقة بهذا الشخص، وهي مسألة عمله راعيا وأجرته وبعض الأعمال التي كان يقوم بها رغم فقره. ربما هذا هو السر في هذه. هو الأستاذ ما لا غرابة، هؤلاء الناس كانوا يخدمون المجتمع، جعلوا اختارهم الله لخدمة الناس، فأن يكون في خدمة الناس راعيا هذا لفقره عادي. لكن قالوا إنه كان الناس كانوا يعطونه رغيفا، جوج ديال الناس كنكار عليهم، واحد كل وحده كل دار كتعطيه رغيف خبيزه قريصه ديال الخبز، هو اجره هذا، هذه اجرته اليوميه. فكان يعطي رغيفا لرجل يقرا القران في المسجد ويقتته على رغيف، عاود زاد شويه ولو جوج ديال الناس كيقراو القران في ذاك المسجد ولا كيعطيهم جوج رغيفات وياكلوا من خشاش الارض. هذا زيدي على الغرابه ديالو، هذا اثار عالي، ولكنه جداً. غريب جدا. وفعلا ملي كنقولوا حنا ربما الناس الذين يسمعونا، واش دابا هذا ماله مخربق؟ يعني داك جوج رغيفات يعطيهم كلهم وياكل هو من الربيع، كيك كي كل من الربيع من البقوله ديال الدنيا ديال الارض، وانت عارفه جبال الاطلس الحمد لله كلها خيرات الربيع ديالها موجود. ربما الناس في هذا الوقت هذا ما يستغربوش هذا الشيء، هذا بسبب هذه المشاكل ديال السمنه والمشاكل ديال الكوليسترول والسكر، الناس اصبحت تميل الى ان ترجح الامور الطبيعيه، ولينا كنسمعوا الناس كياكلوا شي امور غريبه جدا وجدوا فيها الشفاء، وجدوا فيها يعني العلاج لعدد من العلل اللي ربما قوه التحضر في الاكل هو اللي وصل لها. فربما هذا الرجل تفطن هذا الشيء هذا بكري، الرجوع الى الفطره، هذا من عجبه او من اعاجيبه رحمه الله. ربما كان هل كان ارتباطه بالارض الى هذا الحد، ولكن رغم ذلك لا يبرر هذا الايثار ان يؤثر على نفسه. ولكن من يؤثر شخص يقرا القران؟ لا هو زعما ماشي زعما استاذ مرتبط بالارض غير هذا، لا الرجل زاهد حقيقي، ورجل له علم من تلمذه على الشيوخ، يعني لم يفعل هذا هكذا لارتباطه بالارض باغي يكون ربيع، لا هذا لزهده وايثاره لاهل القران. إثاره لأهل القرآن رحمة الله تعالى عليه، وما أحوج الأمة إلى أن تثير أهل القرآن. نزيد حاجة في الغرابة ديالو، هذا رجل بعد ذلك عندما صار في تاغية وأسس وكان ولا عنده رباط ولا عنده زاوية وعنده أتباع ولات الوفود تأتي إليه وله خيرات وله فلح وله كذا له أصبح له مال، كان يقول عنده واحد الشعار أحسبه محوري في الشخصية ديالو، كان كيقول أنا أستحيي أن أجعل لله العشر وأنا أخذ 19، بل لله تعالى 19 وأنا أخذ العشر. هذا فعلا امر عجب. شنو هو العشر؟ يعني العشر ديال الفلاحه معروف، الزكاه ديال النصاب ديال اللي كياخذ العشر، ولكن هو جات العشر قليله، كيفاش انا ناخذ 90% وربي ياخذ 10% ديال الزكاه؟ لا، ربي ياخذ 90% وانا ناخذ 10%. هذا الاجلال كله لله عز وجل كان موجودا عند هذا الشخص. شوف النظره ديال هذا الشخص، هذا الامي الامازيغي
عجيب الامر ليس بالكثرة علوم او كثرة متون او ودابا كتجبر الانسان كيتشطر على 2.5% ديال الزكاه باش يخرج عليه زكاه الاموال وكيتشطر الى جبر انه جات الصابه مزيان وحسبوا له الزكاه كيعاود لي شي واحد من النكته انه منين حسب خرجوا له الزكاه جات جبر الصابه عاليه بزاف قالوا شنو هذه قالوا له هذا العشر سيدي قال له لا 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 هادشي بزاف هادشي ورجع رجع رجع داكشي رجع داكشي حتى العشر بخل به على نفسه اما الله تبارك فهو اغنى الاغنياء. فعجيب فعلا ان يكون للانسان هذه النظره الحقيقيه هذه النظره الحقيقيه لفهم الدنيا وفهم الاخره والفهم عن الله سبحانه وتعالى اوتيها هؤلاء الرجال. تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب الى هذا الحد هو الذي رزقهم هذا القبول وقالوا انه في اخر حياته تصدق بكل ما كان يملك ما بقاش كذا حتى ذاك العشر ما بقاش طمع فيه ولا ذاك البركه اللي كتجي يخرجها لله تبارك وتعالى وماله احنا لحد الساعه مازال كيقولوا الناس مولاي ابو عزه وحنا في برنامج ديال هذه القناه المباركه نتكلم عنه ولا نتكلم عن الاثرياء الذين عاصروه والذين جاءوا بعده ونالوا من الدنيا ما نالوا لا نتحدث عنهم ولا يذكرهم أحد. فالتقوى هي كل شيء. صحيح. من أراد العلو الذكر في الدنيا وفي الآخرة عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض ملامح هذه الشخصية أجلت بعض الغرابة عنها. ولكن هناك مواقف لهذا الشخص الأمي الأمازيغي البسيط الراعي. مواقف كانت له هذه المرحلة كما ذكرنا سابقا أنها كانت فترة تصوف متصوفين وكانت علاقتهم بالعلماء أو الحكام علاقة عميقة جدا ظهرت جليا في بعض المواقف التي ذكرنا سابقا مع بعض الشخصيات وهذا الشخص رغم أميته وبساطته وعيشه بعيدا عن المدن وفي الجبال أو في المناطق النائية إلا أن مواقفه كانت مواقف مشرفة في الحقيقة لا شك في ذلك شو أستاذة؟ اما علاقته بالعلماء فعلاقه جد وطيده شنو اللي بغينا نختصروها ثاغيه منطقه خنيفره قريبه الفاس علماء فاس يسمعون عن كرامات هذا الرجل فيريدون ان يتاكدوا فكانوا يزورونه زيارات متعدده ليطلعوا على امره الرجل كان يعاملهم معامله في غايه الاحسان وبغي نقول لك مثلا شي كلام كانوا مثلا من عندما ياتي علماء فاس كان يتواضع لهم ويقبل رؤوسهم ويقول لهم يعني يسألوا عن العلماء ديال فاس ما فعل سيدي فلان وسيدي فلان واللفظ دائما سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي إجلال العلماء إجلال العلماء ويقول لهم من كيجيو كيقولوا مصابيح الدين نور الإسلام هداتنا وبهم القدوة عرفونا الطريق ألهامونا الخير وكيقول لهم لولا الشهرة لنزلت إلى فاس وخدمتهم أكنس لهم وأنظف لهم وأفعل 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 عجيب كان يتمنى أن ينزل إلى فاس ليخدم العلماء مكانة العلماء في القلوب ومعرفة يعني فضل خدمتهم وأداء هذه الخدمات لهم أيضا علاقته بالحكام نعم لأن دائما هذه العلاقة بين المتصوفة والحكام في هذا الزمان كما ذكرنا سابقا يمكن نعطيها عنوان أبو يعزيل النور وغيره من صوفية هذا الزمن كانوا يبايعون السلطان كانوا يأمرون الناس بالطاعة لأولي الأمر ولكن هم أيضا كانوا لا يقبلون الاشتغال في الأمور الرسمية فإذا قد نقولوا طاعة ولكن فيها قدر من إلا بين نقولهم يعني خلصوا أنفسهم لخدمة المجتمع ولكن بعيدا عن الرسمي حلا خلي الرسمي الأهل الرسميات السلطة تخدم المجتمع بطريقتها الرسمية وهم كانوا يخدمون المجتمع بطريقتهم كان لهم دور خدمة المجتمع في مكانهم أقرب إلى أن يكونوا وسطاء بين الراعي والرعية فيحاولون أن يقوموا بهذا الدور وهذا الدور ديال الوساطة يقتضي منه أن يكونوا على قدر من توازي إذا أردنا القول لكتسمى دابا السياسة ديال الموازاة كانوا يقومون عملهم كان بالتوازي مع عمل السلطة لذلك لم يكونوا يقبلون الوظائف الرسمية كانوا يبتعدون عن الوظائف الرسمية لأنه كان لهم دور كبير جدا مع الرعية في أماكنهم وهذا الدور يقتضي منهم أن لا يكونوا في يعني مخدمين رسميا مع السلطة فكان الدور ديالهم هكذا بين الراعي والرعية يهدئون الأمور يعني يربطون الراعي بالرعية فكانوا نقدر نقول نسميها أنه واحد سياسة موازية فلذلك لم يكونوا رسميين وكانوا في خدمة المجتمع وهناك علاقة عجيبة هذا الرجل كان في زمن شخصية يعني عالية جدا اللي هو عبد المنعم بن علي القومي وله معه قصص وطرائف يعني عبد المنعم بن علي القومي زاره في طاغية يعني وله معه قصة طريفة ذكرها صاحب دعامة اليقين كرامة عجيبة جدا تبين اهتمام الراعي بهذا الشيخ وتبين احترام الشيخ لولي الأمر وتبين أن عبد المنعم بن علي القومي كان على مستوى عالي جدا من فهم إشارات الصوفية
فالرجل لم يكن سياسيا عاديا أو عالما عاديا، بل كان سياسيا وعالما، وله أيضا حظه من التصوف، فهم به إشارات عجيبة جدا قام بها أبو يعزى، لا يفهمها إلا من له علم بعلوم الصوفية. فكانت علاقة متميزة بينهم في هذه الفترة، كتعريف شدا يعني، فبعض المرات يمكن تكون، لأن عبد المنعم بن القومي خصوصا كان عندما يرى الناس تقبل على شخص معين وكتجمع حول الجموع بحال أبو يعزى وكذا، فلابد يحتط منه، فقالوا إنه استدعاه إلى مراكش، بل قيل إنه سجنه بضعة أيام ليطلع على حاله، فلما رأى أن الرجل يعني ما عندوش أطماع سياسية بين قوسين، ماشي الرجل اللي غادي يمكن يقود ثورة على السلطة أو كذا، ما عندوش هذا الشيء، رجل يعني عالم صالح، بل بالعكس عنده دور كبير جدا في تهدئة القبائل في الأطلس، فسرحه وأكرمه، وصارت العلاقة في غاية السلاسة وفي غاية الأهمية بين الرجلين. أعود الآن إلى مسألة الخدمة الاجتماعية، هذا المصطلح الآن نستعمله، ولكن هذه الشخصية كانت سباقة في هذه الوظيفة، الخدمة الاجتماعية، من السباقين. والصوفية عموما ما شهرهم عند الناس هو هذه الخدمة الاجتماعية، وهذا أعتبره رائدا عظيما من رواد الخدمة الاجتماعية في التاريخ كله، وليس في المغرب فقط. وانت بديتي بأمر عجيب جدا، هو ديال هذا القصة ديال الكسكس اللي لا شك وحنا صغار درنا منها شي القيمات في مساجد، خصوصا في الأحياء الشعبية هنا بفاس كانت موجودة، ولا شك أن من الأسر من ما زالت تفعل ذلك، خصوصا في الأحياء الشعبية وفي المناطق ديال البدوية، للأسف يعني المدن وغتحضر وداكشي الناس مابقاش كدير، ولكن أحسبوا أن يطعم الطعام والله إلا مازال مهم. الناس دابا كيقول لك لا أعطيها فلوس وكذا، ما كاين باس، لكن والله أمر إطعام الطعام هكا الطعام العيني راه مازال عنده دور ومازال عنده أهمية. هي وصية نبوية، إطعام الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا. هي واحد عدد ديال الناس اللي كيبغي نقولوا ما كاين، هذه المسألة كتجيهم شوية كذا، أزيدي ما فيها باس، والله زعما عدد من الأمور، عليه تحل، هذا رأيي. ولكن مولاي أبو يعزى النور ربما هو الذي سن هذه السنة في المغرب، مازال المغرب كيديروها لحد الساعة بعد الرجل مات سنة 572 هجرية. يعني الآن شحال هذه دابا من 8 القرون هذه أو من قرن القرون، والسنة متبعة ويأخذ أجرها منذ ذلك الحين، ومازال الأثر ديالها، ونسمع الفيلم مولاي بوعزة ولا من بركات هذه الشخصية، من بركات يعني التقوى. شهدي نقول لك أستاذة، في مسألة الخدمة الاجتماعية أي حاجة تخدم المجتمع كان يقوم بها، الاستسقاء كان يقصد للدعاء، يدعى الاستسقاء، وهنا عنده واحد القصة عجيبة، جاءه الناس قالوا له دعي معنا الله رزقنا الشتاء، والرجل كان متواضعا رغم صلاحه ورغم كرامته، يعني قلب الأمازيغية، والراوي ديال النص طبعا ترجمه للعربية، يقول يا مولاي لله، يا مولاي هؤلاء السادات يرغبون من هذا العبد أن يستسقي لهم، وما قدري أنا حتى يطلب مني هذا، وأخذ في البكاء، شكون نكون أنا باش نطلب منك تسقي الناس، وشكون نكون أنا باش يقصدوني الناس يطلبوا مني ندعي معهم باش نزل عليهم الشتاء. لا يعطي لنفسه الولاية، لا أبدا، يرى نفسه أحقر من أن يقصد ليسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الناس الغيث، وبدأ يبكي يبكي يبكي، قالوا حتى الله تبارك وتعالى شاف يعني رحمه ورحمهم به فأنزل عليهم الغيث. رحمة الله تعالى عليه كان عنده دور مهم فيما يسمى الآن بالسلم الاجتماعي، تعرف النزاع، أي النزاع بين القبائل، نعم، على الماء، على المرعى، على المشاكل اللي كتقوم بين القبائل، نعم، عادي هذه المسائل. فكان رحمة الله تعالى عليه يجمع رؤوس القبائل ويصلح بينهم ويحل المشاكل المعقدة التي تكون بينهم، ولا شي قبيلة رفضت أو كذا كان يدعو الله عليها، حتى ولا عنده واحد الهيبة لدى الناس، إلى حكم بشي حكم بين القبائل فكانوا كيطيعوه. فكان كيقوم بهذا الدور ديال الوساطة المجتمعية قبل ما نوصلوا للسلطة، وقبل ما تولي فيها الحبس وتولي فيها ما عادش القتل، ولا ما عادش شنو تقتات القبائل بينها وتطيح أرواح وتولي ثارت. فكان هذا الرجل عنده هذا الدور، كان يخدم مجتمعه من هذا الباب، يعني كان يقصد الاستشفاء، وهذه مشهورة جدا ومن غراباته رحمه الله، كان يقصد الاستشفاء اللي ما عنده شي علل أو كذا، والناس بعد بساطتها كان يقصد للدعاء. كان يعني من الأمور الغريبة واللي مضحكة أنه حتى العريس والعروسة منين كيتزوجوا، هذه من قريصة على جانب واحد، المعروف أنه كان في ذاك الزمان ما كانش كيكون تعارف ما بين الزوج والزوجة قبل العرس، فإذا انت هذاك ما كيعرفوا ما كيعرفها في زمن مضى في زمن الحياة، فكان كيجيو لعندو من القبيلة وكيجلس معاهم كيأنسهم يحدثهم ويحاورهم، ويعاود هنا كيعاودهم النكات ويحاول يضحكهم كي حتى تحصل الألفة، تحصل واحد القدر ديال الألفة، قالك ما كيطلقهم حتى كيطلقهم ضاحكين وناشطين، وقد عرف العريس على العروسة وعرف العروسة على العريس، وخرجوا كيعرفوا بعضياتهم، وكيبغي يزول داك الحاجز، كسر داك الحاجز بين الزوج وزوجيه. عجيب الحقيقة، نوع من الخدمات، العالم يعني اقصد هذا الصالح لهذا المستوى يخدم الناس في اي حاجة. الأستاذة، الناس كانوا كيقدروا شنو واقع،
وشنو المشكل المشاكل الحقيقية ويجيبون على المشاكل الحقيقية ديال المجتمع ديالهم. للأسف الشديد الآن نرى عدد من الناس، عدد من العلماء بين قوسين، عدد من الوعاظ يتكلمون في أمور لا تهم الناس. الناس عنده مشاكل فواد وهما كيناقشوا وكيهضروا وكيحضروا وكيكتبوا وكيوعظوا في امور لا علاقه لها بمشاكل المشاكل الحقيقيه التي تخص، ويتركوا المشاكل الحقيقيه. هذا العجب. فالرجل يفقه واقعه وعيش ابن بيئته يفقهها جيدا ويحاول ان يساهم في حل المشاكل الحقيقيه ديال الناس ديالو، الناس اللي عاش معهم. هذه الميزه ديال هاد الناس. كان هذا هو دور المتصوف الحقيقيين في هذا الزمن، العيش وسط الناس والاحساس هموم ومشاكل صحيح. الناس والمساهمة صحيح. في حلها. عندنا يعني أمور غريبة جدا، يعني شي مرة جاو عنده ناس، مجموعة من الناس وكيسلم عليهم وكان عبتون كان كيقبل لهم راسهم، وصل لواحد جاب باش يقبل له راسه حيد. هو كان عنده هذه المسألة ديال المكاشفات، كيسموها المكاشفات أهل الصوفي، وكان يكاشف الناس. ومن كيجي العصاة كيقول له أنت درتي كذا وكذا وأنت درتي كذا وكذا، وكان كيفضحوهم. يقرأ لعلمين عند الله علمه الله، يعني الدخول في هذه صعيب عليا، لكن هكذا كان. الشيخ ديالو أبو شعيب السرير صيفط له قال له لماذا تفضح أمة محمد وأنت كذا وأنت كذا وكذا؟ فقال هو بالأمازيغية طبعا دائما كيتكلم، قال شكون نكون أنا باش نعرف الأسرار؟ انا ما كنعرفش الاسرار. هذه كلام ربي كيقلفوا في اللسان ديالو كيقولوا لاجل باش يتوبوا الناس. طيب نتفقوا معهم ما نتفقوش في هذا الشيء، ولكن هذه معروفه عليه. هذا السيد اللي وصل وسلم عليه عرفوا كان يرقص في الاعراس. عجيب جدا. اللي كيتسمى الزفان بالامازيغيه. قال له الزفانايا، واش انت زعما واش هذا الزفان هذا؟ فاعترف الاخر انه زفان وامره ان يتوب الى الله. الاشاره هذه نتحدث عن منطقه الاطلس المتوسط في ذلك الزمان، وكيف ان هذا الرجل اللي هو ايقونه من ايقونات المجتمع المغربي والاطلس الكبير والمتوسط خاصه ينهى عن رقص الرجال وينكر على هذا الذي زاره هذا الامر، ويتوب هذا العبد على يديه، كما كان ينهى الناس الذين يتحدثون عن الحاج كيف يسمي رسول الحاج. الحاج فلان الحاج فلان الحاج فلان كان ينهاهم. لماذا هذا اللقب؟ خص الاخلاص لله تبارك. مجيتي تحج مجيتي تحج لاش لازمت. وهذه هذا انتباه عجيب. في ذاك الزمان شكون اللي كان كيحج؟ كجبر قبيله كلها الا حجوا فيها جوج ديال الناس اللي يقولها حد الناس كتحج على رجليها، ما كاين لا وسائل ولا والو، ومعناه من غيجي راه معروف الحاج. لكن مع ذلك في ذاك الوقت كيقول لهم ما تذكروش هذه المساله. منعا للرياء. وجاءه زائر وجاب معاه الزاد ديالو، جاب معاه شي حاجه ملويها ودارها في واحد الطاق وهو جبرها وقال لهم يشجعوه. قال داك الناس اللي حاضرين معاه شوفوا الناس كي دايرين، يشجعوا على الكسب انه ما يكلفش الناس يخدموه. هذا جاي يزور جاي معاه ماكلته باش ما يكلفش الناس يوجدوا له الماكله والناس تطيب له والناس تحضر له. ولا ما الصوفيه ديال اللي كانوا معاه قال لهم شوف الناس كي كتكون. اني مقصود ان التصوف ليس اكل اموال الناس، ماشي حيت انت والي وانت كذا الناس تجيب لك والناس وتعيش انت عالة على الناس، بل كان يرصحهم رحمه الله تعالى التعفف. ايه ان يتعففوا عن اموال الناس. قال لهم انتم جايين تحلوا مشاكل الناس، ماشي جايين تزيدوا الناس مشاكل انهم يوليوا خدامين عليكم. ففهم عجيب في الحقيقه للامور، وهذه من دلالات لا عجب الان ان نفهم بان هذه الشخصيه كانت هذه الكرامات في الحقيقه ليست غريبه. عندما نقرا القران يعني واتقوا الله ويعلمكم الله، انها كرامات يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، لمن علم في قلبه عمارا وتزكية صحيح. ونفس صافية صحيح. في الحقيقة لم نشبع أبدا من ذكر مناقب هذه الشخصية، أبو يعزايا النور أو مولاي بوعزة. إذن شكرا لكم جزيلا في نهاية هذه الحلقة دكتور يوسف العلوي، باحث في مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ في السيرة النبوية، متخصص في تاريخ المغرب. لكم جزيل الشكر، ولنا لقاءات أخرى مع شخصيات من المتصوفين المغاربة في ذلك الزمن الغابر. إذن مستمعينا الكرام، دائما نضرب لكم موعدا متجددا في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي، إعداد وتقديم زكي حداد.